الناس جاعت وتعبت كرمال هي بالشارع، بس لانه من فورة دمها ومن تعاطفها مش عارفين شو عم تعمل. فالسلطه الفاسده شو عم تعمل؟ عم بتحط الشعب بوجه الجيش اللي هن اخوه ضد بعض. فالجيش مش هو اللي سرقنا ولا هو اللي نهبنا، الدوله اللي نهبتنا هي عم بتحط الشعب بوجه الجيش. الدولار إزاء العملة اللبنانية ابتداء من اليوم، ولكن حقيقة هو